عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله موعدنا مع زواقة جديدة. يعني هذه الزواقة هذه بعثتها لي واحد الأخت في الخاص، قالت لي المهم بعثته على شكل فيديو. ويعني وهذه الزواقة اللون الكحل في الكحل، يعني هي توب كحل مخدومة بالحرير كحل، يعني الزواقة ما واضحاش. المهم حاولت، هي طلباتني قالت لي باش نوريكم الطريقة ديالها، وحاولت تنتمنى نكون توفقت يعني باش نلقى الطريقه ديالها. كما تلاحظوا انا هنايا عندي الحرير على 4 شعرات، عندي دائما كروشي رقم 0.60 ملم، والحاجه تديروا عقدات البدايه، الدائره السحريه كذلك، هادشي راه وضحنا شحال مره لاحظتوا. من بعد غادي نخدم، غادي نرتفع بواحد 3 سلسلات، واحد مزيان، غادي نرتفع بواحد 3 سلسلات، واحد جوج ثلاثة. من بعد غادي نخدم عمود، من بعد غادي نخدم ثاني سلسلتين، ونخدم عمودين. البداية انتما ممكن تخدموا يعني البداية اللي عجبتكم، لاحظتوا. من بعد غادي نجبد هذا الخيط هذا، من بعد غادي ندير عقدة هنا باش ما تعاودش تفك، لاحظوا. غادي ندور العمل الخدمة ديالي، غادي نرتفع ب3 سلسلات، هاد 3 سلسلات غادي نعتبرهم عندي انا عمود، يعني وسط هاد عمودين غادي نخدم عمود، لاحظتوا. من بعد غادي نخدم سلسلتين، وهاد السلسلتين اللي عندي اللي تلاحظوا هنا غادي نخدم عليهم 4 الأعمدة، عفوا العمود الأول، العمود الثاني، ثم الثالث والرابع. من بعد غادي نخدم سلسلتين، وغادي نجي وسط هاد العمودين اللي عندي في الجنب في الأخير، غادي نخدم عمودين، يعني غادي نخدم وسط منهم عمودين، طريقة سهلة. من بعد غادي نرتفع ب3 سلسلات في الجهة يعني الجهة الأخرى، نفس القاعدة غادي نجي غادي نخدم هنايا عمود، لأن داك الارتفاع غادي نعتبرو عمود. من بعد غادي نخدم سلسلتين، لاحظتوا هني في هاد، لاحظوا هاد السلسلتين اللي عندي هنا، غادي نخدم 3 الأعمدة، أنا هنا غادي نخدم 3 الأعمدة، 4 الأعمدة عفوا، فوق السلسلتين غادي نخدم 3، وغادي نخدم العمود الرابع، هما 3، لاحظوا مزيان، العمود الرابع غادي نخدمو في أول 4 الأعمدة اللي عندي هنايا اللي خدمت في السطر المقبل، لاحظتوا. أول عمود خدمت عليه عمود، من بعد غادي ندير سلسلتين. شنو غادي ندير؟ عندي هاد السلسلتين هنا، وعندي هنا بقات لي 3 الأعمدة، العمود الأخير غادي نخدم عليه العمود الأول، لاحظتوا. من بعد هاد السلسلتين غادي نخدم عليهم 3 الأعمدة، يعني ضروري عمود من هنا وعمود من هنا، لاحظتوا. من بعد غادي ندير سلسلتين، غادي نجي وسط هاد العمودين نخدمهم، نخدم عمودين عفوا، يعني هاد الزواقة غادي راه طويلة شوية. غادي نخدم غادي ندور العمل، نرتفع ب3 سلسلات كما العادة، غادي نخدم عمود وسط هاد عمودين، لاحظتوا. من بعد غادي نخدم سلسلتين، الطريقة اللي درت في السطر اللي ما قبل غادي نخدمها هنايا، يعني نفس التقنية، يعني غادي نخدم 3 الأعمدة فوق سلسلتين،
والعمود الرابع غادي نخدمه هو غادي نخدمه على اول عمود في هاد ربعه الاعمده اللي عندي هنا. لاحظتوا هاي؟ من بعد غادي نخدم سلسلتين هنا. لاحظوا مزيان، نتمنى تكون يعني يكون وصلت لكم الفكره. هاد ربعه الاعمده ثلاثه تنديرهم فوق سلسلتين، والعمود الرابع تنخدمه في اول عمود. هنا كذلك غادي ناخذ عمود من هنا وعمود من هنا، غادي يبقاو لنا عمودين هنا. علاش؟ حيت هذه هي الوسط. ولكن هاد السلسله اللي عندي التاليه غادي ندير نفس الطريقه هنا، يعني العمود الاول غادي ناخذه من ناخذه هنايا في اخر عمود، على اخر غادي تخدم على اخر عمود من هاد الاربعه هادو، وبقى غادي يبقاو لنا ثلاثه غادي نخدمهم في هاد السلسله هادي هنايا. لاحظوا انا هنايا خدمت اربعه الاعمده. من بعد غادي نجي لاخر عمود غادي نخدم عليه عمود كما قلت لكم، عمودين في سلسلتين وعمود فوق اول عمود من هاد السلسله الاخرى اللي عندي. يعني بحال هاد اربعه الاعمده تنفرقهم جوج الوسط وواحد من هنا وواحد من هنا. لاحظتوا؟ من بعد غادي ندير سلسلتين، نجي اول عمود غادي نخدمو على هنا على هاد اول عمود، غادي نخدمو على هاد اربعه على اخر عمود في هاد الاربعه هادو. غادي يبقاو لنا ثلاثه غادي نخدموهم هنا على السلسله اللي عندنا. ها جوج، ها ثلاثة. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير سلسلتين، غادي نجي لهاد ما بين هاد الأعمدة ما بين هاد العمودين غادي نخدم عمودين. علاش هنا تنبقاو هنا؟ راه عندنا زيادة هاد سلسلتين اللي تنضيفو في الجناب باش تعطينا السطوق، يعني ديك الزيادة كما تنقولوا لها، المهم هذيك ديال في ديال السطوق. لاحظوا من بعد غادي نرتفع بثلاثه سلسلات، غادي نجي وسط هاد عمودين غادي نخدم عمود، من بعد غادي نخدم سلسلتين فوق هاد السلسلتين كما العاده، غادي نخدم ثلاثه الاعمده والعمود الرابع فوق العمود الاول من الاعمده اللي سبقنا خدمنا. من بعد غادي نخدم سلسلتين، غادي نخدم سلسلتين هنا دابا ضروري غادي ناخذ كما العاده غادي نخدم هذا العمود الاخير وعمودين الوسط. العمود الاخير فوق هاد العمود الاول من هاد الاعمده هادو. من بعد غادي نخدم سلسلتين وكما العاده غادي يجي العمود الاخير هنا. تنبقاو نلعبو غير بربعة الاعمده لاحظتو. من بعد غادي ندير سلسلتين، خدتنا السلسله الاخيره يعني العمود الاول غادي نخدمو على اخر عمود من هاد السلسله من هاد الاعمده اللي عندي. من بعد غادي نزيد ثلاثه د الاعمده نخدم سلسلتين لان الزياده مازال عندنا هنايا نسطوق باقي صغير، هاو في ديال نسطوق باقي صغير. علاش تنحصل؟ لاحظوا انا غادي نخدم واحد جوج، يعني مازال غادي نخدم هاد السطر، هذا سطر واحد غادي نخدم معاكم. لاحظوا غادي نرتفع بثلاثه سلسلات، المهم غادي ما بين هاد العمودين غادي نخدم عمودين
ندير عام سلسلتين ونخدم 4 الأعمدة في هاد السلسلتين اللي عندي، يعني 3 في السلسلة وحدة في على آخر عمود. من بعد سلسلتين نحضر انا نخدم جوج، يعني العمود الاخير نخدمو على الاعمده اللي عندي هنا. سمحوا لي الا كنت نسرع شويه، ولكن راه الفيديو غادي يجي طويل بزاف، ما بغيتش نفوت اي لحظه، يعني اي لقطه. لاحظتوا دابا غادي نخدم سلسلتين، غادي نجي نفس الطريقه واحد جوج ثلاثة أربعة. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نخدم سلسلتين، غادي نجي لآخر عمود نخدم عليه عمود، غادي يبقاو لنا 3 الأعمدة غادي نخدمهم في هاد السلسلة هادي. واحد جوج ثلاثة، يعني عندي 4 هنايا. من بعد غادي نخدم سلسلتين، ولي استطعتينا بهاد سلسلتين عمودين، يعني نفس التقنيه نفس الطريقه اللي بدينا بها من السطر الاول، ماشي من السطر الاول، من السطر الثاني خدمناها في هاد. شحال عندنا من سطر هنايا؟ 1 2 3 4 5 6 6 سطور. دابا غادي ندور الخدمه، لاحظتوا هذا السطر السابع، يعني غادي نرتفع بثلاثه سلسلات. نفس الحاجه غادي نخدم عمود وسط هاد العمودين، من بعد غادي ندير سلسلتين، غادي نجي لهاد السلسلتين اللي عندي غادي نخدم عليهم 3 الأعمدة نفس التقنيه. العمود الرابع فوق اخر عام اول عمود عفوا. من بعد غادي نخدم سلسلتين، غادي نخدم اول عمود فوق اخر عمود، غادي نخدم عمودين الوسط والعمود الرابع فوق اول عمود. لاحظوا هنايا نوضح لكم واحد الحاجه، في هذا السطر هذا غادي يوقع تغيير عندي. شوفوا هنايا هاد 4 الأعمدة شحال من سطر كونت فيه هاد 4 الأعمدة، هادو لي الوسط. هاد السطر هذا 1 2 3، يعني في السطر السابع توقع تغيير 1 2 3، يعني هاد 4 الأعمدة تيلعبوا لينا دور المنتصف ديال هاد النصف مع هاد، المهم هاد الطرف هذا مع هاد الطرف النصف ديالو. يعني هنايا عندنا 4 الأعمدة، يعني هذا الخامس جاي في المنتصف، يعني هنا فين غتبدا لنا الزواقه، بحال تقولوا خاصني عدد فردي من هاد 4 الأعمدة. ممكن نبداوها من هنا 1 2 3 تبداي من هاد السطر هذا، المهم ولكن الزواقه ما غاديش تجي كامله، من الاحسن تبعي الطريقه اللي تنوريك دابا، يعني 5 ديال هاد المجموع ديال الاعمده. هما 4 الأعمدة. من بعد غادي نخدم سلسلتين، غادي نجي فوق اول، لاحظوا مزيان، فوق اخر عمود غادي نخدم عليه عمود، 1 2 3 4. انا وصلت لهنا منتصف، هنا شنو غادي ندير؟ ما غاديش نخدم سلسلتين، غادي نخدم 5، 1 2 3 4
5. من بعد عاد غادي نكمل الخدمه كما درت هنا، يعني غادي نجي لاخر عمود، غادي نخدم عليه عمود ونخدم عمودين العمود الرابع فوق اول عمود، غادي نخدم سلسلتين. يعني التغيير كاين غير في هاد 5 سلسلات اللي درت، اللي عوضت هذوك جوج سلسلات اللي عندي عوضتهم 5 سلسلات. لاحظوا انا خدمت عمود سلسلتين، غادي نجي لهنايا لاخر عمود، غادي نخدم عمود منذ، وانا غادي نكمل هذا السطر هذا كما كملت السطر ديما قبل اللي فات، وغادي ندور الخدمه وغادي نبدا بنفس الطريقه اللي بديت فيها هاد السطور كاملين حتى نوصل هنا، ونوريكم بعدا شنو غادي ندير. كيف ما لاحظتوا انا من بعد ما كملت الخدمه اللي قلت لكم، يعني بديت هاد السطر هذا وصلت هاد المرحله هذه، هما اربعه الاعمده عندي هنا. لاحظوا مزيان، هما اربعه الاعمده عندي هنايا. لاحظوا هي البلاصه فين درت 5 ديال السلسلات. هذه الاشاره الزواقه سميتها هذا بالكروش اللي بغيتو تقلبوا عليها العنكبوت. لاحظوا مزيان، من بعد غادي نخدم 1 2 3 4 5، هنا درت 5، هنا غادي ندير 6، زدت عام السلسله وحده. غادي نجي لهاد السلسله غادي ندير غرزه حشو المنتصف ديالها، من بعد غادي نخدم 6، 1 2 خطأت، 1 2 3 4 5 6. من بعد شنو غادي ندير؟ الخدمه اللي كاينه هاد الجهه غادي نخدمها لهاد الجهه. لاحظوا هنايا، يعني فوق هاد ثلاثه الاعمده الاولين ما تنخدمهمش، نفس الطريقه غادي ندير في هاد الجهه المواليه، 1 2 3 ما غاديش نخدمهم، غادي نجي حتى لاخر عمود غادي نخدم عليه عمود. يعني غدا دابا غادي نكمل الخدمه عادي كما بدينا من الاول، غادي نخدم اربعه الاعمده. لاحظتوا دابا انا غادي نكمل هذه الخدمه هذه، يعني باش ما نجيبش الفيديو طويل بزاف باش ما يكونش ممل، غادي نكمل هذه الخدمه وغادي المهم نفس الطريقه غادي نجي الجهه المواليه زياده راه مساله حتى نوصل لهنا، من بعد نقول لكم شنو غنديروا. كيف ما لاحظتوا هنا من بعد ما كملت هذه الخدمه هذا السطر هذا، يعني بديت فيه ماشي كملته، غادي نجي غادي نخدم. لاحظوا هنايا في هاد السلسلة هادي خدمنا هادي 5، هنا 6، هنا غادي نخدمو 7، يعني تنزيدو بواحد واحد، 1 2 3 4 5 6 7. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نجي حدا غرزة حشو هادي، غادي نخدم قدامها غرزة حشو، فوق منها غرزة حشو، وراها غرزة حشو، يعني باش نحصل على 3 ديال غرز حشو. من بعد غادي نخدم 7، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ديال المهم السلسلة مكونة من 7 ضربات. اشنو غادي ندير؟ غادي نجي لهاد المجموعة ديال الأعمدة اللي عندي هنا، العمود الأخير غادي نخدم عليه عمود. دابا غادي نكمل نفس الخدمه كما درنا في السطر الاسطر المهم الفايته. كيف ما تلاحظوا هنا من بعد ما كملت هذا السطر هذا، هنا غادي نحبس، يعني صافي نستوق برك عليا، او ماشي نستوق، حرف في اللي تيكون عندنا في المقدمه ديال نستوق، غادي نحبس هنا، يعني غادي نحاول نجيب الخدمه مستقيمه. لاحظوا هنا ارتفعت بثلاثة سلسلات كما العادة، غادي نخدم عمود فوق هذا العمود الثاني. لاحظتوا من بعد كنا تنخدمو المهم تنرتفعو بثلاثة سلسلات، تنخدمو عمود وسط عمودين ونخدمو سلسلتين عاد نبداو في الخدمة. دابا لا ما غاديش نخدم هذيك سلسلتين لان الزيادة ما بقاتش، يعني شنو غادي ندير؟ هاد السلسلتين اللي عندي غادي نخدم عليهم ثلاثة الأعمدة، 1
جوج ثلاثة لاحظتوا. دابا غادي نخدم العمود الرابع باش نكمل أربعة. غنخدم سلسلتين وغادي نخدم عمود في هاد المجموعة من هاد المجموعة ديال الأعمدة اللي من هاد الجهة وعمودين الوسط بنفس الطريقة، والعمود الرابع فوق المجموعة الأعمدة الموالية هكا. من بعد غادي نخدمو سلسلتين، غادي نجي لآخر عمود غادي نبدا في الأعمدة تاني. تنتمنى ما ندوخكمش كثرة هاد الأعمدة كثرة الشرح، لاحظتوا. من بعد شنو غادي ندير؟ لاحظوا بلا أنه وصلت هذيك السلسلة فين درنا سبعة ضربات. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير تمنية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية. شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهاد ثلاثة ديال الغرز حشو غادي نلخنا، يعني غادي نزيد غرزة حشو في المقدمة وغرزة حشو فوق كل غرزة. واحد جوج ثلاثة أربعة وغرزة حشو في الأخير، لاحظتوا. من بعد غادي نزيد نرد هذيك نخدم تمنية ديال السلسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. شنو غادي ندير؟ غادي نجي كما العادة لآخر عمود من هاد المجموعة الأعمدة، غادي نخدم عمود. من بعد غادي نخدم عمودين فوق هاد السلسلتين اللي عندي. من بعد غادي نخدم عمود هنا ونخدم سلسلتين نفس الطريقة فوق هاد غادي نطبقها هنا. لاحظوا هنايا هنا ما غاديش تكون زيادة، صافي. يعني غادي نخدم غادي نخدم اول عمود فوق اخر عمود. واحد جوج ثلاثة من بعد غادي يبقاو لي عمودين غادي نخدمهم. ها العمود الاول العمود الثاني، غادي ندور الخدمه وغادي نرتفع بثلاثة السلسلات. لاحظوا غادي نخدم العمود الاول، هاد ربعة الأعمدة غادي نعوضهم بسلسلتين، وغادي نجي آخر عمود غادي نخدم عليه عمود. المهم نفس الطريقة، عمودي الوسط وعمود في الآخر. تنتأسف هاد الفيديو غادي يكون طويل بزاف، ولكن بغيت نوصل لكم الفكرة يعني بأدق التفصيل. لاحظوا مزيان. من بعد غادي نخدم سلسلتين، غادي نجي نخدم ربعة الأعمدة، يعني دابا بلا ما نبقى نشرح عاود راكم فاهمين، يعني عمود من هنا وعمود من هنا وجوج الوسط. لاحظتوا دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نبقى نسد هاد الكوزة، هادي هي تفتحات ديال لاحظتو بحال الكوزة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني هاد الطرف فيه خمسة ومن خمسة، يعني دابا غادي نبقى نسد. لاحظو مزيان، غادي نخدم سلسلتين، غادي نجي فوق آخر عمود غادي نخدم عمود، غادي نخدم عمودين
وغادي نجي فوق هاد السلسلات اللي عندي هنايا، سلسلتين خدمت عليهم عمودين، يعني السلسله اللي غادي تبان لي وراهم غادي نخدم العمود الثالث. علاش من هاد العمود ما غاديش نخدمه بحال هاد الاعمده هادو؟ باش هاد ربعه الاعمده يبقاو مثبتين في بلاصتهم مزيان، يعني مشادين بلاصتهم. لاحظتوا هاد العمود الاخير هو غادي يحبس هاد العمودين باش ما يتحركوش من بلاصتهم. من بعد لاحظوا هنا تاني غادي نبدا نقص، غادي ندير 1 2 3 4 5 6، غادي ندير 6 ديال السلسلات، انا زدت وحده يعني 7. من بعد غادي نجي هاد 5 ديال غرز حشو غادي نضربهم 3، يعني ها غادي نخدم فوق غرزة حشو الثانية. لاحظ مزيان 1 2 3 4 5، يعني غادي نخدم هنا 1 2 3، هاد الاولى ما غاديش نخدموها، غادي نجيو الثانية 1 2 3. لاحظتوا من بعد غادي نخدم 1 2 3 4 5 6 7، غادي نجي كما العاده. لاحظوا هاد السلسلات اللي عندي هنايا، غادي نجي لهاد السلسله الثالثه من هنا. لاحظوا واخا فيها شويه ديال الصعوبه ولكن حاولوا تهزوها، غتخدموا عليها عمود، غتخدموا عمودين عاد العمود الاخر. شفتوا الزواقه كثرتي؟ هيا من بعد غادي نخدم سلسلتين وغادي نكمل الخدمه عادي. يعني بنفس الطريقه دابا الزياده ما كاينش، غادي نخدم سلسلتين. لاحظوا ها هما سلسلتين عندي، يعني هاد ربعه الاعمده ما غاديش نخدم عليهم، ها واحد خدمنا عليه. لاحظوا هنا من بعد في اخر السطر بغيت نوضح لكم الطريقه هاد شنو غادي ندير هنا باش ما نعاودش نوضحها مره اخرى. لاحظوا انا هنا خدمت ربعه الاعمده، من بعد خدمت سلسلتين، شنو عندي هنا؟ عندي 3 الأعمدة وسلسلتين وعمودين اللي جايين في المهم اللي كاينين في الاخر. انا خدمت هنا سلسلتين، غادي نجي هاد 3 الأعمدة ما غاديش نخدمهم، غادي نجي لهاد العمودين الاخرين هما اللي غادي نخدم، يعني دابا الزياده ما كايناش. دابا غادي وفي هذا في بدايه السطر لاحظوا شنو غادي ندير، غادي نرتفع بثلاثه سلسلات. من بعد لاحظوا هنا عندي عمودين غادي نخدمهم، يعني هاد الارتفاع اللي درت تيلعب لي دور عمود، يعني الدور ديال هاد العمود الاول، غادي نجي العمود الثاني غادي نخدمه عادي. من بعد هاد السلسلتين غادي نعوضهم بثلاثه، يعني العكس ديال العكس النهايه 3 الأعمدة. من بعد غادي نخدم عمود، ندير سلسلتين ونجي تاني نخدم 4 الأعمدة نفس الطريقة نفس التقنية. لاحظتوا من بعد غادي نخدم سلسلتين نكمل الخدمه، يعني غادي نخدم 4 الأعمدة. ملي نقول 4 الأعمدة راه عمود من هنا وعمود من وجوج وسط وعمود ثاني من الجهه الاخرى. لاحظتوا
في صبعكي ولا من بعد غادي نخدم سلسلتين، غادي نجي العمود الاخير غادي نخدم عليه عمود. دابا الجوزه راه بدينا تنسدوها، يعني هذه راه عمليه واضحه. لاحظوا العمود الاخير كما العاده تنديروه في هاد السلسله الثالثه، يعني تندخلوا فيها. قلت لكم طحت لكم علاش. من بعد غادي نخدم واحد 6، واحد 2 3 4 5 6. غادي نخدم واحد 6 عند الاعمده فهاد السلسله. غادي نجي لاخر غرزه حشو غادي نخدمها، من بعد 6 ولا 5 3 4 5 6. غادي نخدم، لاحظوا هاد السلسله عندي غادي نخلي واحد 2 غادي نخدم، غادي نجي حتى لثالث سلسله ونخدم عمود. دابا غادي نخدم عمودين، دابا نبقى هذا بنفس التقنيه. المهم دابا انا غادي نخدم هاد كملات الخد هاد السطر هذا، ونبدا هاد السطر بنفس الطريقه. من بعد نوريكم شنو نوريكم مرحله مواليه.